الحكم اكيد يظهر لي معناه اللي يشوف اليوم اللي هو جاي يحب يخرج راح طاوله معناه يظهر لي يظفر برشا فوتات معناه زايده. ندرياس فيغسي مادام عنده الجماهير هذه اكيد معناها ان شاء الله عنده كلمته. شفنا معناها اليوم اللي هما دزوا معناها برشا معنا صنعوا الفرجه اكيد حابين نفرحوهم. مالوريزمو معناها جات النقطه هذه لكن اكيد مازلنا في الكورسه ان شاء الله معناها سنا عندنا كلمتنا نكملوا توا نخدموا اكيد معناها ان شاء الله قادم خير باذن الله. سي سي ما نجمو مش نقولوا ضيع نقطتين اليوم للاسف. بيان سور ضيعنا نقطتين. تشوف ماتش كامل اللي عملنا كاو ربي يهدي معناها تشوف حاجه برشا حاجات باش توقف السي اس اس طيب المهيري ربي يهدي اللي كان سبب نتاع شكون كان سبب حسن ولا اذا راك تشوف معناها جايبين واحد طاقم واحد تاع تحكيم كامل وزيد ما نحكي نزاوش حكايه عليه معناها برشا حاجات باش توصل باش تعمل اكس مع سي اس اس طيب المهيري. السي اس اس اليوم ضيع نقطتين. شنو لخص لك مقابله في كلمتين معناها كنا خير من الاتوال اليوم برشا حرام وبرا في الجمهور اللي مشى معناها منرفز مش منرفز معناتها كي تشوف انت جمهور يصفق يعرف اللي جوالات الكل ما بخلطش معناتها بحد شيء الولاد الكل عطات ما عندها مي الله غلب حبينا نفرحوه الجمهور اليوم كيما شفتوه معناها كان مساندنا من الاول للاخر نعرفوا اللي هو تعبى معنا نعرفوا اللي صار قبل على التكيات وعلى كل شيء حبينا اليوم بالحق نهديوا له الانتصار هذا مي الله غلب معناها مش كذب مازالوا الماتشات القدام وان شاء الله نفرحوه بالحق. وانت عملت مباراة كبيرة اليوم بعد عودتك من اللي صاب. الحمد لله يا ربي معناها كنت حاضر كما يلزم قريت المنافس بالباهي الحمد لله يا ربي معناتها خاصة نعرفوا قوة الإتوال في الوسط كما شفتوا اليوم معناتها ربحنا للديزيام بال ربحنا للديال الكل وإذا تحب تعدي ماتش باهي معناها وخاصة تعطي ريتم المقابلة لازمك تربح للديال وتربح للديزيام بال ما يلا غلا ما جاش 3 بوان إن شاء الله جاي خير وكم. سي 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 اليوم ضيع نقطتين. صحيح بالطبيعة إذا بتلعب على أرض ميدانك ضيعنا نقطتين كاو تصور كنا نجموا نقتلوا المقابلة عملنا دخلة باهية ركلنا بونتو جاتنا فرص باش نقتلوا الماتش كاو ما وفقناش ربي كاو نخدموا على أرواحنا واللي مكتبوا ربي مرحبا به المهم الإنسان ما يقصرش ويخدم على روحه كاو. شفناك في آخر بارتي مع كونفورتاسيون أحمد العكيشي يا أخي شنو اللي صار؟ لا مناوشة عادية ويضيعوا في الوقت وشيء موسف مع الاربيتر شفته معناتها ما عطاه حتى واحد حتى صفر على تضييع وقت ولا ما فهمتش انا اقل فوت يزفر اقول شاك الناس خويا اللي تفرجت تصور هي المؤهلة باش تحكم علي انا ما لعبت ماتش ما نجمش نحكم عليه كو.